هذه معركة الموقع 17. إنها المعركة التي ربما ستصبح أشهر المعارك في حرب غزة، ليس فقط لأن الإسرائيليين أعلنوا أن معركة الموقع 17 أدت إلى سقوط أول معقل للفصائل الفلسطينية بيدهم بعد 10 ساعات من قتال شرس وجها لوجه ومن مسافة الصفر، ولا لأن الفصائل أكدت أن القوة الإسرائيلية التي اشتبكت معها ولت الأدبار بعد كمين محكم دمر آليات عسكرية وأسقط جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى، بل لأنها المعركة الأولى التي تدور تحت أرض غزة، وتحديدا في نفق غرب جبلية عند معقل للفصائل الفلسطينية يسمى الموقع 17. ورغم تضارب الروايات حول كل ما يدور على جبهات حرب غزة عبر إعلان جيش إسرائيل تقدمه في محاور محددة بهدف تقسيم قطاع غزة وفصل شماله عن جنوبه، قبل أن تثور أنباء عن وصول دبابات إسرائيلية إلى قلب مدينة غزة قرب مستشفى الشفاء، مع إعلان الإسرائيليين مداهمة ما وصفوه بالمربع الأمني لحماس، حيث تقع مكاتب قادته وبنى تحتية تحت الأرض وغرف عمليات تدار منها المعارك، وذلك بعد تقدم القوة الإسرائيلية في محوري شمال مخيم الشاطئ وجنوب حي تل الهوى. بينما بالجهة الأخرى إعلانات تناقض وتكذب كل هذا من قبل الفصائل الفلسطينية بأن التقدم الإسرائيلي يكاد لا يذكر، وبأن قواته تعثرت وغير قادرة على إكمال الاجتياح بسبب المقاومة الشرسة والاشتباك بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية من نقطة الصفر. إلا أن كل هذا لا يعني بأن معركة الموقع 17 سواء برواية الإسرائيليين أو الفلسطينيين لن تبقى نقطة في تاريخ هذه الحرب المندلعة منذ أكثر من شهر. وإذا ما نقلنا رواية الجيش الإسرائيلي حول معركة الموقع 17 فإنها تتحدث عن أنه بعد أكثر من شهر على عملية طوفان الأقصى ونحو أسبوعين على إعلان بدء اجتياح القطاع، صدرت في ليلة 8 نوفمبر أوامر لقوة لواء مشاة نحال، وهي من قوة النخبة في الجيش الإسرائيلي وأكثرها شراسة وقوة وأفضلها تسليحا، للزحف صوب أحد أهم معاقل الفصائل الفلسطينية ويسمى الموقع رقم 17 الواقع بين مجموعة أنفاق في غرب جباليا. ومع بدء زحف قوة النخبة من مشاة الجيش الإسرائيلي تكثفت عمليات القصف الجوي والمدفعي على الموقع 17، ما أسقط عددا كبيرا من القتلى بين المدنيين، لينضموا إلى أكثر من 10,000 فلسطيني أودى القصف والاجتياح الإسرائيلي بحياتهم. وما إن انتهى الطيران والمدفعية من تكتيك الأرض المحروقة في مكان الموقع 17، وصلت كتيبة مشاة نحال إلى مشارف جباليا، وهناك بدأت الاشتباكات وجها لوجه، حيث خرج مقاتلون فلسطينيون من الأنفاق وحاولوا الالتفاف حول الدبابات والآليات الإسرائيلية. وبعد 10 ساعات من القتال المتواصل من مسافة الصفر، وبحسب الرواية الإسرائيلية، تمكنت كتيبة مشاة نحال من السيطرة على الموقع بعد تصفية 10 المقاتلين الفلسطينيين الذين كان كثير منهم في أنفاق وطرق تحت الأرض في المنطقة، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي على إثر المعركة بأنه بالفعل بات في قلب مدينة غزة. ولم يكتفي الجيش الإسرائيلي بإعلان التفاصيل الميدانية للمعركة، بل تحدث بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن أن القوة الإسرائيلية عثرت على العديد من الأسلحة وكشفت ممرات الأنفاق، بما في ذلك نفق يقع بجوار روضة أطفال يؤدي إلى طريق واسع تحت الأرض، حيث جرت معارك والشباكات انتهت بسيطرة القوة الإسرائيلية على الموقع والأنفاق المتفرعة عنه. وهناك عثر الجيش الإسرائيلي بحسب الرواية العبرية على خطط قتالية مهمة للفصائل الفلسطينية في الموقع، ما حدا بالإعلام الغربي والعبري اعتبار أن كنز الأسرار العسكرية للفصائل الفلسطينية بات بيد جيش إسرائيل.
وفي وقت لم يقدم الجيش الإسرائيلي أي معلومات عن الخسائر في صفوفه عقب معركة الموقع 17، يبدو أنه كان لدى الفصائل الفلسطينية كثير المعلومات حول ما حدث في اليوم ذاته، مع إعلانها أن مقاتليها تمكنوا من تدمير 16 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، ليرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة بالكامل إلى نحو 150، إضافة إلى أضعاف هذا العدد من تلك المتضررة جزئياً. وكل هذا يتزامن مع استمرار عمليات القنص والقصف بقذائف الهاون الذي يستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. ووفقا للرواية الفلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية تولت الأدبار بعد محاولتها التقدم من محاور عدة، بينها شرق جباليا حيث تمكن مقاتل الفصائل الفلسطينية من إعداد كمين محكم سقط جراءه كثير الجنود الإسرائيليين مع إعطاب معظم آلياتهم، ومع محاولة القوات الإسرائيلية التوغل داخل أحد الأنفاق كانت مجموعات فلسطينية مقاتلة بانتظارهم، حيث دارت اشتباكات من مسافة الصفر انتهت بانسحاب المجموعة الإسرائيلية المهاجمة وعودتها إلى مكان تمركزها الأول. ورغم أن الفصائل الفلسطينية لم تذكر الموقع 17 بالاسم، إلا أن البيانات المتتالية عنها تؤكد بأن القوة الإسرائيلية لم تسيطر على أي موقع لها، وبأن الحديث الإسرائيلي عن وصول قوته لقلب مدينة غزة ليس أكثر من حرب نفسية وإعلامية. وإذا ما نظرنا لأحداث الميدان في غزة بحسب الفصائل الفلسطينية، فإن الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تحاول التوغل داخل مناطق محددة من قطاع غزة ما زالت غير قادرة على التقدم وسط اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة، خاصة وأن الاشتباكات ما زالت تتركز شرق مدينة خان يونس وجنوب غربي مدينة غزة، وعلى محور شرق حي الزيتون الذي تتواجد فيه آليات الجيش الإسرائيلي، والمنطقة الشمالية الشرقية من قطاع غزة تحديدا إلى الشرق من بلدة بيت حانون، والمنطقة الشمالية الغربية تحديدا غرب بيت لاهية وشمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأيضا جنوب غرب المدينة. ومن وجهة نظر استراتيجية عسكرية، فإن ثبات النقاط والمحاور التي توجد فيها قوات وآليات الجيش الإسرائيلي سهل بشكل كبير عملية استهدافها بالنسبة للمسلحين الفلسطينيين، وهو ما يحدو بقوات وآليات عسكرية إسرائيلية محاولة التقدم من المحور الغربي لمدينة غزة، في وقت تؤكد الفصائل الفلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته تراوح مكانها ولم تستطع التقدم باتجاه معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، كما أنها عاجزة عن التقدم في المحور الشمالي الشرقي أو التوغل من محور شرق جباليا، فيما يبدو أنه نفي للسيطرة على أي مكان هناك. وبعيدا عن الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية لما حدث في معركة الموقع 17 أو عن مقدار التوغل الإسرائيلي وحقيقة وصوله إلى قلب مدينة غزة، تبقى هناك حقائق ميدانية جلية بأن جيش إسرائيل ربما نجح بتقسيم القطاع وفصل جنوبه عن شماله وحصار مدينة غزة والتوغل من المحور الجنوبي الغربي على الطريق الساحلي، لكن يبدو أيضا أنه ما زال عاجزا عن التقدم الحقيقي باتجاه قلب مدينة غزة، ما يجبره على التقدم البطيء وتثبيت نقاط فقط في الأماكن التي نوعا ما تعتبر رخوة أمنيا أمام الجيش الإسرائيلي. وخلاصة القول أنه أمام حقائق أن جيش إسرائيل ما زال عاجزا عن التقدم بالسرعة التي اعتقدها جنرالاته، فلربما قد تصدق تحليلات الأمريكيين بأن حرب غزة هذه المرة لا تتعلق بأسابيع وشهور، بل أكثر من هذا بكثير في ظل توقعات بأن تمتد لعام أو أكثر، ما يجعلها حربا معقدة وصعبة ومكلفة. وكأن غزة تريد أن تلاعب الإسرائيليين بحرب عض الأصابع، فمن يصرخ أولاً؟